كورديلياس هو العضو الاول من العيلة السحرية او المريضة او ما بعرف شنو هاي العيلة بالضبط. قصته بكل بساطة انه كان مزارع حاله حال نفسه لين ما مسكوا السحر او مسكوا المرض، بعدين صار مريض نفسي. عمول عليه مريض نفسي لانه بعد شوي حتشوفوا قدرات وحتشوفوا فيه اشياء بطل بتخليني اقول عليه مريض نفسي، وحتى مريض نفسي قليل عليه. رح خليكم كل اصواته وفناته بنهاية الفيديو، ولكن هلا خلينا نبدا بشرح عن هذا البطل. الضربة العادية الفطور، الفطور مش البريكفاست، الفطور اللي هو الفطر المشروم. ضربات كوردي عبارة عن فطرين ورا بعض بس باتجاهات مختلفة، تقريبا في سنتيمتر او شي زي هيك بين الضربة الاولى والضربة الثانية. كل فطر من هدول الفطرين حيدمجوا 1090، يعني الدمج بيوصل ل 2180 لو قدرت تصيب العدو بهدول الفطرين. طلقته كتير شبيهة لطلقة ميج يوم تكون بدون الروبوت، ولكن الفرق من طلقة ميج ثابتة بينما هدول طلقاتهم زي طلقات ايف نوعا ما. طبعا هدول الطلقات بيصيبوا عدو واحد بدون اي انفجارات وبدون اي شي. السوبر هذا هو نطاقي، هي السوبر اقدر اعطيها لقب اكثر سوبر مريضة ببراول. هي السوبر اول ما تصيب عدوك راح يتاخد على نطاق ال 1v1، مكان فاضي ما في غيركم واي شيء ثاني راح يختفي. هي السوبر راح تدوم لسبع ثواني، سبع ثواني هذا هو الحد الاقصى. ببعض الحالات ممكن تتوقف هي السوبر، يعني مثلا لو انت حطيت العدو بالسوبر وشلت هذا العدو خلاص حتطلع من النطاقات. لو العدو شالك كمان هذا العدو حيطلع من هذا النطاق وحيتوقف هذا النطاق، ولكن سبع ثواني اكثر من كافي لتخلي هذا العدو يعاني بحياته، مش بس باللعبه بالواقع كمان. لما تكون بمود الجواهر او كرة العراق او اي مود فيه الاشياء تبعت المود او اشياء تبعت الماب كلها راح تختفي لما تعطيها هي السوبر، ان كان الكرة تبعت كرة العراق او ان كان الجواهر تبع مود الجواهر او خصائص الماب نفسه. ترى بعرف شو بصير لما يكون معي الكرة وتاخده 1v1، بس على الاغلب انه هاي الكرة حتنزل مكانها كانه هذا العدو مات. هذا الشيء بتوقع للاسف ما راح يكون فايت عادل ابدا، العدالة بدل فايت 0%، لانه كوردي وقت يروح هذا النطاق حياخذ بفات الارض. اول شيء سرعته راح تصير شبيهة لسرعة ماكس مع السوبر. انت متخيل ان ضد شخص 1v1 بسرعة ماكس مع السوبر؟ والمشكلة الوضع ما بينتهي هون، بل كمان سرعة الريلود او سرعة اعادة تعبئة الطلقات حتصير اسرع، يعني منه حتكون جنة قدامك ومنه كمان طلقاته حتصيبك ولو ما صابتك حيضرب الثاني والثالثة. والمشكلة الوضع ما بينتهي هون، هذا العدو حيكون شبه مشلول، لا يقدر لا يضرب لا سوبر ولا جهاز، والمشكلة يعني بدون سوبر بدون جهاز وقدامه عدو سريع زي سرعة ماكس. كل بيقدر يعمله هذا العدو ان يضرب على كوردي ضربات عادية او انه يهرب منه، لكن زي ما قلنا سريع كيف حيقدر يهرب؟ نسيت انك تطلع هجمة يسبر اقل من 5%، فالله يعينك. كل شيء لازم تعمله انك تشاهده وخلاص. في شيء غريب حبتين، انه لما تمسك احد بسبرتك اصحابه راح يشوفوا وين مكان صاحبهم. انتبهوا معي شباب انه ما راح يشوفوا وين مكان كوردي، حيشوفوا مكان الشخص الممسوك. وعطت كمان للتيم اللي ضدك او مثلا اصحابه لكوردي كمان حيشوفوا هذا الشيء. الصراحه لو انه عاكسينا مخلين انك تقدر تشوف مكان كوردي نوعا ما حيكون صيد كوردي حيكون اسهل، انك مثلا تقدر تستنى اول ما يطلع طول تصيده. بس هذا ما عملوا هيك بانه كوردي ما حيقدر يشوف اللي برا بينما اللي برا حيشوفه، فعشان ما يخلوه اضعف خلوا انك انت حتشوف صاحبهم. والنشي شباب انك تشوف صاحبهم شيء ما له صالحه، انه تقريبا كوردي يقدر يخدعك ويسحب هذا الشخص الموجود بداخل هذا النطاق ويخليك ضايع، بحيث انه يخلي صاحبك جنبه ويجي عليك من طرف ثاني ويسحب على الصاحب الممسوك اصلا، بحيث يصيد الشخص الاهم. الجهاز الاول اعاده الزرع، هالجهاز فكرته كيوت بزياده. شفتم كيف بروك بجهازه بينطفوا الجدار او بينطفوا ضربي او بالاخر بينط؟ كوردي عنده نفس الشيء ولكن بشكل مقلص، جهازه راح ينط بنطه سريعه وصغيره. لو اجتك مثلا ضربه بي بدمج عالي او ضربه فايبر بدمج عالي تقدر بكل بساطه تنط، وهي النطه حتاخذ اقل من ثانيه. او مثلا عندك جدار او عدو عم يلحق او اي شيء، هي النطه حتفيدك. الجهاز الثاني فطور سامه، اول شيء راح يجمع الطلقتين بطلقه واحده، كانه جمعهم وخلى هي الطلقه كبيره بحيث صارت اسهل انك تصيب هذا العدو. الشيء حلو انه ما بس حيجمع الدمج بل كمان العدو اللي قدامك حياكل ميوت، هذا الميوت مش على الطلقات بل ميوت على الريلود. تذكروا ستار باور بيل اللي امس اخذت باف؟ نفس ستار باور بيل، ولكن الفرق انه بدل 5 ثواني حيضل ثانيه ونص. وعادة مثلا لو شفت العدو او صرف طلقتين على طول تعطيها هذا الميوت، فالوضع حيكون لصالحه. ستار باور كومبو الفطر، هون دمج كوردي راح يختلف، مع الستار باور بتخلي الطلقه الثانيه بتدمج بدل 1090 1470، يعني اكثر بنسبه 30%. هذا ستار باور بلاقيها حلو بزياده، يعني كانها نفس اي ستار باور ثاني بتزيد الدمج نفس تبعت اوتس والى اخره. لا ما ادري هل اصابه الطلقه الاولى اسهل من انك تصيب بالطلقه الثانيه فعشان هيك خلوها بالطلقه الثانيه، يعني هذا ما شفت عدم يستنك تصيب بالطلقتين لو كان عندك ايم حبتين او تعرف وين هذا العدو حيتحرك، فمن يستنك تصيب بالطلقتين. فوجود الستار باور بالطلقه الثانيه ما اعتقد انه حيكون شيء صعب عشان تصيب هذا العدو. ستار باور الثاني مملكه الفطر، تذكروا كيف قلت لكم انه وقت يدخل هذا العدو بهي السوبر حتكون نسبه نجاته اقل من 5%، فليش ما هي 5% خلوها 1%؟
الستار باور هي راح ترسبن فطور اول ما تكبس هي السوبر، عباره عن ثلاث فطور بداخل هي الدائره. هاي الفطور لو كوردي اخذها راح يتهيأ 363 لاربع ثواني، ولو العدو اخذها راح يتسمم ويدمر. يعني فوق ما انه الرجال ميت وميت وما بيقدر لا يركض ولا بيقدر يضرب جهاز ولا السوبر، بل كمان راح يتسمم. فوق الموتي غصة قبر. وننسى ميزه كوردي المهمه انه حيقدر يعبي السوبر من خلال اعدائه زي ميزه باز. فاني فوق ما انه السوبر كثير غثيثه، حتى السوبر طريقه تعبتها تكون سهلة نوعا ما. صح انه النطاق مش نفس نطاق باز، ولكن حتفيدك في بعض الاماكن لما تكون انت مدلعم ومثلا بينك حبي، فعطول تستفيد من هاي الميزه. فايش هاي الميزه تماما على الشخصيه، وهي الشخصيه شباب حتكون اكثر من بروكن. وهلا خلينا نبدا بافضل مودات لهي الشخصيه. بمود جمع الجواهر بلاقي شخصي بيستاهل مرتبته الجيده بمود جمع الجواهر. سبب هذا الشيء مش عشان مدى او عشان دمجه، بل عشان سبورته. سبورت هاي الشخصيه شبيهه كثير لسبورت جين. شفنا كثير اقيام عم تنقلها بس من خلال سوبر جين انه يسحب الشخص اللي معه الجواهر. فنفس الشيء هون عندنا كوردي. كوردي بيقدر ياخذ صاحب الجواهر 1 في 1، بيقدر يشيله ويجيب الجواهر لاصحابه. من خلال هذا الشيء يقدر يلعب جيم 180 درجه. حتى ممكن مع سرعته يخلي التيم ضده صعب انه يركزوا باطرافهم. اعتقد ما راح يقدر يروح خط وسط، يعني خاصه انه المدى تبعه وسيط، انت تحتاج بخط الوسط مدى طويل. فممكن يروح على الاطراف ويدعم صاحبه بالوسط ويقدر يتخلص من طرفه بشكل كويس. مود كرد العراق حيكون كويس. جميل كلها بموت كرة العراق ما هالشي كتير مهم. اوكي ادري لو قدر يجاب الكل هتقدروا تسيطروا على اطرافكم الحالي، ولكن لا ننسى انك انت حتخلي اصحابك 2 في 2، حتخلي اصحابك 2 في 2، فممكن اللي ضدك يفوز على اصحابك ويحطوها جول وانت مانك داري عن قصة كلها. ولكن نفس الوقت ما حيكون بكل هذا السوء. ممكن مثلا تكونوا مدرعمين على الجول وفي بس قدامكم واحد هيك مدرع معاه سوبر ومعاه مثلا جهاز بيمنع انه يدخل هذا الجول، فانت تاخذ 1 في 1 وتفضل مرمى لاصحابك. خاصة كمان سرعته مع الدمج اللي تقريبا الدمج بيعتبر دمج عالي حيعمل ميكس حلو بمود كرة العراق، ولكن ما حيكون كثير كويس. بمود الخزنة كمان حيكون مود جيد له. سبب هذا الشيء يا شباب شخصية كوردي كثير كثير سريعة. لو شفتم التيم ضدكم كلهم درع مع خزنتكم اسحب عليهم ودمج على الخزنة. بكل بساطة عندك جهاز بيقدر يخليك تنط، واغلب مابات الخزنة احيانا مثلا مثل زي ماب السيف زون تنط من الحديد او تنط من الماي وتروح على خزنة العدو. مع كل تلقطتين بيدمج على الخزنة حيدمج 400. سرعة الريلود تبعيته ابدا ما قليلة، فهيقدر يشق الخزنة لو اعطوه 20 ثانية. الشيء الحلو بالموضوع انه بالدفاع كمان بيعتبر شخصيه كثير قويه. لو قدامكم شخصيه ما عم تقدر تخلص منها، عمله يمين عمله يسار عم يضل يدمج يدمج يدمج، فانت ما عم تقدر تخلص معه يا عدو، فخلاص اعطيه سوبر وخذه 1 في 1 وشقها راحتها. منه هيك حتحرر تيمك عشان يقدر يقربوا على خزنه العدو، ومنه كمان بتوقف الدمج اللي عم يجي على خزنتكم. بمود الجائزه حيكون مود كويس حلو. ادري انتم اللي بتقولوا انه هو شخصيه 1 في 1 فحيقدر يجيب كلات، فليش هو بس كويس؟ سبب هذا الشيء انه كوردي ما حيقدر يعبي السوبر مثلا زي مود كورس العراق في مابات مسكره، فتقدر تاخذ راحتك بانك تعبي السوبر من خلال الميزه تبعته او من خلال انك تقرب عليهم وتدمجهم. ولكن وضع مود الجايزه غير. مود الجايزه اغلب الاعداء ما راح يخلوك تقرب عليهم حتى، ولو بدك تقرب عليهم حتعاني لو توصل لهم، اما انك تكون ميت او انك على حفير الموت. ممكن لو لعبها سيف مثلا، شفنا ببعض الاحيان مثلا بياخذوا التانك بمود الجايزه بحيث انه يلعبها سيف ما ينتحر، ولكن يلعبها على اخر الثواني. لو لعبها سيف ولو كان عنده دوج حلو فممكن يفيد تيمه بشكل كويس. مود الهات زون كمان حيكون شخصيه كويسه. مشكله هي الشخصيه انه مثلا التيم دوتكم مسيطر على دائرتكم ما قادرين تعملوا اي شيء، وقت انت تضرب هي السوبر حتشيل واحد من الاعداء، فصار عندك نفس الشيء حيضل على 2 في 2، فانت ما في تيمك الشيء كثير. ولكن ببعض الاحيان هذا الشيء حيفيدكم، انه مثلا لو كان في عدو عنده سوبر او شخص كثير كثير مسيطر ما عم يقدر تشيله، فيوم انت تحط هي السوبر حتفيد تيمك. ولكن باغلب الاحيان صعب هذا الشيء يكون موجود، فيعني اغلب الاحيان ممكن التيم دوتكم كله مدرعم كله قوي، فانت ما تعرف مين يحشيله اصلا، وتيمك حيضل يعاني عشان يدافع عن هي الدائره. ولكن نفس الوقت هي الشخصيه لو قدرتوا تسيطروا على الوضع وقدرتوا تدافعوا وخليتوا هاي الشخصيه تهجم حتغذ ابو التيم ضدكم. اول شيء عنده السرعه خارقه، يقدر يلف يمين يسار، يقدر يروح من جدار ورا جدار، ونفس الوقت يقدر يعمل دوج اسطوري، فلو قدر يهجم حيعمل شغل كثير جبار. بمود النوك اوت حيكون مود اسطوري له. مود النوك اوت عباره عن مود 1 في 1، عباره عن مود انت لازم تشق اللي قدامك وخلاص لا تعمل اي شيء زياده. فانت وقت تخلي وضع تيمك 2 في 2 تيمك ما راح يخسر، لانه اوريدي هم يلعبوها سيف، لانه قدروا يلعبوها سيف وما ماتوا خلاص انت جايب لهم كل وضليت عايش والوضع صار 3 فيرسس 2. يعني شفت كيف انت بس هيك خليت تيمك بس يقعدوا هيك على جنب بس مجرد انه يبعدوا عن الاعداء عنك عشان مثلا وقت تنزل او ما تخليهم ياخذوا راحتهم كثير. بنفس الوقت انت اول ما ترجع حيصير الوضع 3 فيرسس 2 حتاخذوا هذا الجيم بشكل كثير سهل. فالنوك اوت
مود السولو حقول علي يجي منه. هي شخصية ما بتقدر تعتمد على نفسها. بريمو، إدغار، شخصيات السولو حقتكم عندهم زي سوبر، عندهم جهاز، عندهم شيء يوقف العدو لو أحد قريب عليهم. شخصيات السولو بتحتاج شيء ينط، بتحتاج شيء قوي بحيث يدرم ويشيك. كوردي قوي، كوردي عنده جهاز ينط ولكن ما بيقدر يعتمد على نفسه. لو اجتك شخصية تضرب عليها بعيد على الأغلب حتضلها شفتك وممكن تشقك، فأبدا السولو روح نوك أوت. نوك أوت حلو. مود شو دوران حيكون جيد. سبب هذا الشيء لأنك شخصية تاني تدافع عنك، لو الشخصية أقوى منك أو مثلا المدى تبعها أبعد منك، فهي الشخصية حتصير تدافع عنك وتقدر تشيل الشخصيات قريبة المدى. كوردي عنده سوبر، عنده كثير أشياء تساعد على 1 في 1 بدون شو داون، فلو صاحبك بيفهم حتعمله كومبو حلو. هون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، قولوا لي شعركم بكوردي. صراحة يا شباب أنا والله أنا خايف أقولها ولكن حابب كثير أشحن ألف جوهرة وأجيب هذا البطل من أول يوم، ولكن أعتقد إنه حندم فحستخير لأنه هي شخصية أكثر من قوية وحتاكل نيرفات الأرض. فلا أترككم مع أصواته والبنات تبعيته. شكرا. Friend, I find. Spoiler later, alligator. Time to turn over a new leaf. Go back to my roots. Push thing up the daisies. Put a cap on it. No, don't touch my shrooms. Mind the plants. Mushroom. You prickly person. Thorn on my side. I better go hide. Dream and this pain. You're not mold enough. You are going on the compost pile. You're more bark than bite. Friends, mushroom power. Never trust a shroom in a raincoat. Getting rid of the bad seeds. Woo! Shroom! Shroom said hey, and the shroom hey. I'm running? I thought I was hallucinating. Wow, look at all those colors. Just leave me alone! Doing it for the shrooms. You reap what you sow. Too rare to live, too rare to die. Mushroom, 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 mushroom. A shroom, and a shroom, and a mush, and a mush, and apple. Me! Who's a fun guy? Me! Time for the shroom and doom show! Prepare to be... Fungify time for truffle mushroom.